إذا قيل لك إن أنعم الله على عبد بنعمة فما هي أعظم عبادة يشكر الله عز وجل عليها؟ فقل عبادة التوحيد. ما الدليل؟ إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر هو الخير الكثير، ومنه النهر الذي أعطاه الله عز وجل نبيه محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. إنا أعطيناك الكوثر فصلِّ. الفاء هنا سببية، فبسبب إعطائنا لك الكوثر فصلِّ لربك وانحرُ.